أطلقت قوات الجيش الوطني فجر اليوم الأربعاء عملية عسكرية في محافظة الجوف، تمكنت خلالها من تحرير مناطق واسعة، فيما وصلت طلائع القوات إلى مواقع قريبة من مدينة الحزم. وأفاد مراسل سهيل إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع الجدفر ولقشع وقرن منصور وجبال البرش وعدد من المواقع المجاورة. وأكد مراسلنا أن قوات الجيش الوطني تجاوزت معسكر اللبنات باتجاه مدينة الحزم، وتكبدت الميليشيا الحوثية خلال العملية خسائر كبيرة، فيما تم أسر العشرات من عناصر ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية. أعلم الأبطال بعدهم متجهين بعدهم لاستعادات معسكر اللبنات والله ومدينة الحزم في محافظة الجوف يومنا هذا. بعدهم إن شاء الله. الله أكبر، لله الحمد. يا قوات الجيش الوطني الآن تحرك.